فيها متابعة لأهم وآخر الأخبار الرياضية. كنقول الأخبار الرياضية بطبيعة الحال، سوق الانتقالات الصيفية وآخر انتدابات الفرق التونسية، أيضا الفرق العالمية بطبيعة الحال. معاكم كالعادة محمد الدريدي من أمام الميكرو، مانيش باش نكون وحدي، معايا وهبي هويسة. أهلا وسهلا بك وهبي. مرحبا بك محمد، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل. كما كل نهار أحد برنامج كاب سبور نتناول أهم وآخر الأخبار الرياضية، وكما العادة حصة نار كما العادة. أكيد حصة فيها كل الحصريات، أيضا آخر الأخبار الرياضية. ما ننساوش رفقنا في الإخراج علي المديني، وقبل وهبي لندخل في الانتدابات والحديث على آخر انتدابات فرقنا التونسية والبطولة الوطنية. ما ننساوش تهنئة لي صديق البرنامج بمناسبة زواجه إبراهيم العبيدي، نقول له ألف ألف مبروك بمناسبة الزواج، إن شاء الله بالخير والبركة برهوم. وإن شاء الله أيضا ما ننساوش، هو مساج صغير لإبراهيم العبيدي، نقول له حاول ابعد شوي على أيمن جبريل. يلا وابي، أكيد مش نحكيه على الأخبار والانتقالات. البداية بلاعب الترجي الرياضي التونسي، الحقيقة العنوان الأبرز، خاصة لما نحكيه على التكوين ونحكيه على الشبان في الترجي الرياضي التونسي. فلتة كروية، ملاعب الحقيقة متميز ممتاز جدا، أنا كنت تابعته المدة الأخيرة. الملاعب هذا تحكي فيه برشا، اسمه هيثم ضو. هيثم ضو ملاعب يبلغ من العمر 18 عام، يصحح عقد احتراف في فريق الاتحاد المنستيري. طبعا بعد نحكيه على الوضعية القانونية، خاصة مع الاتصال مع بعض أساتذة القانون باش يعطونا الوضعية القانونية لهذا اللاعب هيثم ضو. لكن هي نحكيه خاصة فنيا، لأنه الحقيقة ملاعبي ممتاز جدا، ملاعبي يلعب في الرواق اليسار، أيضا إنه ينجم يكون صانع الألعاب. الحقيقة الاتحاد المنستيري عرف يختار وقت اللي اختار هيثم ضو. كي نحكي محمد على التكوين في تونس، المشكلة العظيمة خاصة في الليكيبات الكبار أنهم يكونوا كي نوصلوا للمرحلة اللي بها الفايدة أنهم بيشرعبوا الجوارات في الليكيب الأولى يتم التفريط فيهم. هيثم ضو ملعبي عنده إمكانيات كبيرة، والدليل على ذلك أن لما رأوا صفحات ترجي في أنه أغلب المتابعين وأغلب مشجعي الترجي كانوا فما يعني نوع من الحصر على اللعب هذا. هيثم ضو اللي يمتلك إمكانيات كبيرة كما قلنا، يلعب في الكلور اللي صار يلعب صنع ألعب، وهما زوز مراكز ينقص برشا فيهم الترجي حاليا. كيفاش من ما كانش نجم ياخذ فرصة السنة؟ الترجي طلع برشا ملعبية كما غيث الوهابي، زكريا العايب وغيره، علاش ما شفناش هيثم ضو؟ اختيار هيثم ضو الاتحاد المنستيري، او اختيار الاتحاد المنستيري لهيثم ضو، اختيار نجم نقولوا عليه ناجح في البدايه، نستناولي وبنسبه كبيره يعني اللعبه ذي بيشاطي امكانيات كبيره مع الاتحاد المنستيري. لما نشوفوا الاختيار ذي من فريق عاصمه الرباط، كما عودنا في السنين الاخرى الملاعبيه يعرف كيفاش يختار ملاعبيته، هذا اللي يزيد ياكد انه الاتحاد المنستيري في اختياره هذا اختيار جيد جدا. الملاعبي مش ياخذ فرصه في الاتحاد المنستيري، خاصه مع خروج برشا ملاعبيه من الفريق كما هيكل الشيخاوي. نستناو المردود الكبير اللي باش يعطيه هيثم ضو كيش يمشي للترجي الرياضي. اكيد وهبي، قلنا الحقيقه ملاعبي ممتاز هيثم ضو، حسب ما شاهدنا هذا اللاعب، لاعب يبلغ من العمر 18 عام، متكون في الترجي الرياضي التونسي، يخطف انظار الاتحاد المنستيري. تقريبا الاتحاد يراقب مليح، عنده لجنه انتدابات وعنده كشافين باهين، يعني عنده كشافين مواهب، اختاروا هذا اللاعب هيثم ضو. طبعا بعد نحكيه على الوضع القانونية الحقيقة، لأنه فما برشا كلامات تحكيت على الوضعية القانونية هيثم ضو. هل أنه في السنياتور متاعه، لأنه أول عقد احتراف للاعب ينجم يصحح أول عقد احتراف من غير إذن الجمعية متاعه أم لا؟ هذا وأكثر تو نعرفوه شوي آخر، كما قلت نحاول نتصلوا بأستاذ قانون رياضي يعطينا أكثر معلومات حول انتقال هيثم ضو. كما قلنا الحقيقة ملاعبي واعد هيثم ضو، ممكن النجمه علي المديني، من عرش نشوفه شوية من موهبة هيثم ضو، لأنه أبهرنا الحقيقة هذا اللاعب. صحيح صحيح. ونقطة الاستفهام ونقطة التعجب في الموضوع، كيفاش الترجي الرياضي التونسي تفرط في موهبة كما هذه؟ وما خفي كان أعظم النجم نقول لك وهبي، لأنه الترجي الرياضي التونسي فيها برشا ملاعبية على غرار هيثم ضو،
تعاون. نجم نحكي ايضا على اللاعب الجناح الايسر ياسين بوخريس، لاعب الحقيقه ممتاز جدا، لاعب بمتكون تكوين جيد جدا كما قلت. نفس الشيء بالنسبه لهيثم ضو. الترجي هذه التونسي في الوضعيه الحاليه قالوا وحكاوا انه الوضعيه غير قانونيه، وضعيه انتقال هيثم ضو للاتحاد المنستيري كما قلت. ان شاء الله شويه اخر نحاولوا محمد نسالوا في الحالات كما هكايا نسالوا كمل وهبي لحظه نحاولوا نتصلوا باستاذ قانون دستوري الاستاذ انيس بن ميم يعطينا الوضعيه القانونيه لهيثم ضو. نطرحوا نقطه استفهام كبيره، وعلاش كل مره تصير المشاكل كما هكا؟ مش مشاكل انه اللاعب خرج ينجم يكون وذاك باش الاستاذ بعديك يعطينا يعني اسكو قانونيه ولا، لكن علاش ملاعبيه كيما هكا ما ياخذوش فرصتهم في فريقهم؟ مثلا السنه في الترجي فاروق الميموني ما ياخذش فرصته جمله تقريبا ما لعبش، جاء في الفتره الاخيره اعطاه فرصته في بعض الاوقات معين الشعباني، وصل جاب مباريات هو كيما مباراه اتحاد بن قردان. فاروق الميموني يعني بعد دخوله غير برشا في فريق الترجي الرياضي. علاش هكا السنه مثلا رينا غيث الوهابي خرج مع الترجي، رينا زاد زكريا العايب، رينا برشا ملاعبين اللي وراو دي كاليتي معناها ينجموا يكونوا جوارات في المستقبل وشاركوا حتى مع المنتخب. علاش مثلا في الايامات الاخرى زين الدين ساسي مدافع الترجي يعني فما كلام ايضا على معين الشعباني انه مقتنع برشا بامكانيات الملاعبي هذايا. علاش اليوم هيثم ضو يخرج بالطريقه هذه؟ اسكو يعني في الترجي ما شافوش الملاعبي هذايا، ما شافوش اليوم عنده امكانيات كبيره ونجم يقدم مردود كبير برشا. نقاط استفهام كبيره برشا نطرحوها ونحاولوا نفهموا. نتمناو في الفرق الكبيره ان مثلا النادي الافريقي كمستر منع من انتداب وقعد مده كبيره برشا ملاعبيه صغار طلعوا ما كناش نشوفوهم. كيف النادي الصفاقسي في وقت من الاوقات برشا ملاعبيه معني في التكوين. علاش ديما نقولوا ما عندناش تكوين؟ نقاطعك لحظه في الاثناء، نحاولوا نتصلوا بوالد الصادق بوالد هيثم ضو سي صادق ضو، لانه باش نعرفوا الوضعيه الصحيحه نتاع الملاعبي هذا هيثم ضو. كما قلت قاعدين نشاهدوا الحقيقه موهبه كرويه، انا اللي قاعد نشوف فيه ملاعب متكون تكوين جيد، كنترول، مراوغات، قاعد يعمل في كل شيء تقريبا في الرواق الايسر، ايضا في صناعه اللعب. الحقيقه الاتحاد المنستيري عرف يختار وهبي، عرف يختار لما نقولوا ملاعبي كيما هكا. علاش نقعدوا نلوجوا مثلا الاتحاد المنستيري كما قلنا كشافين نتاعو جابوا برشا ملاعبي، هيكل الشيخاوي شكون كان يعرف؟ هيكل الشيخاوي كان قريب ياسر من الترجي وتو صح في عجمان. غير هيكل الشيخاوي جاب اوكبوتو قبل اوكبوتو خرج ونفع الفريق بفلوس. كيف تو ابو بكر تراوري مهاجم الفريق وغيره رجع دريس المحيرسي، فريق قاعد يعرف شكون ينتدب وشكون يجيب. مش نشوفوا هيثم ضو مش ياخذ فرصه في فريق الاتحاد المنستيري ومش يوالي امكانيات. نفكر وهبي هيثم ضو ابن جرجيس، ابن جرجيس تكوين في الترجي الرياضي، وهذا يزيد يرجع لنا اللي عندنا برشا مواهب في برشا بلايص، غير لازمنا نحلوا عينينا اكثر ونثبتوا. نحلوا عينينا يعني الكشافين اللي عندنا في تونس يحاولوا يمشيوا اكثر المناطق الداخليه. ما نتصورش انه في تونس خرجنا برشا ملاعبيه طرق ثابت وغيره والكعبي وغيره قبل من كيما الاولمبي للنقل كيما جرجيس، برشا مدارس كبيره موجودين. لما نشوفوا ملاعبي هكا خارج من جرجيس الترجي ممكن الملاعبي هذا بعد 3 سنين الترجي يعاود يشريه بزوز مليارات مثلا لو كان يقدم امكانيات كبيره ويظهر اللي كاليتي اللي لازم يظهرهم. هذه يعني لما تشوف ملاعبي يعني كيما هكا يدخل لك ما بين 4 و5 ملاعبيه ويجبد في وسطهم تعرف اش معناها جور عنده ثقه في روحه، شخصيه، راكز، عارف روحه فاش يعمل. النقطه الايجابيه في الملاعبي هذا هيثم ضو تقريبا انه ينجم يكون في الرواق الايسر ايضا ينجم يكون كصانع العاب وحده. وهذه النقطه المهمه ياسر في كما قلت محمد في دو بوست يقصوا برشا الترجي. لما نحكيو اليوم على الكلوار اللي صار حمد الهوني خرج وسام ابو قر رجع، عندك فاروق الميموني وحتى عزيز عبيد. الفرصه اللي خذاها عزيز عبيد او فاروق الميموني ما كانش نجم يا خويا هيثم ضو، نتصور كان ينجم يا خويا. ان شاء الله هو يظهر امكانياته ونتمنى ان شاء الله يرجع، علاش ما يرجعش بالنفع على المنتخب الوطني لما نلقاو ملاعبي دو كاليتي ويكون عنده امكانيات اللي راهو فيه حاليا. ملاعبي الحقيقه ملاعبي ياسر، ما نقولوش ملاعبي ياسر، وهذا اللي خلى حسره عند جماهير الترجي والناس اللي تتبع في الترجي يعني في الملاعبي هذايا هيثم ضو
ملاعب يستناه مستقبل كبير، خاصة لو يحافظ، لو يكون عنده عقلية متاع ربح، عقلية متاع أنه يكون روحه أكثر، يعرف كيفاش يمشي القدام ويستغل الفرصة اللي جاته اليوم في الاتحاد المنستيري اللي هي ممكن برشا غيره يستناوها، رغم اللي هو زاد يستحق الفرصة هذه. أكيد يستحق كما قلت فرصة في الاتحاد المنستيري، وتقريبا آخر حصة تدريبية للاتحاد المنستيري، فما تركيز من مدرب الاتحاد المنستيري عماد بن يونس، كان فما تركيز على الملاعب هذا كما قلنا هيثم، وعنده فرصه ان شاء الله ساقينا على القاعة. صحيح كما قلنا هو ابن الترجي الرياضي التونسي، من عشرة الترجي الرياضي التونسي، كما قلنا فما وضعيه قانونيه للملاعب، الحقيقه مازلنا ما نعرفوش الوضعيه القانونيه للملاعب هيثم ضو، هل يحق للاتحاد المنستيري انتداب لاعب مازال في عقده الاول، مازال مساحة حتى عقد مع فريقه عقد احتراف. ان شاء الله كما قلت وهبي نحاولوا نتصلوا ونحاولوا ناخذوا اكثر محمد معلومات. لو كان يشارك في البطوله العربيه ويظهر يظهر امكانيات كبيره، راو باش تكون حسره كبيره عند الترجي وعند المسؤولين وطرق ثابت وناس الالهيه، كيف هو باش كله فرصه كبيره باش يظهر روحه، وعلاش لا يعني يكمل في الشيء اللي بداه، خاصه في مرحله تكوينه في فريق الترجي الرياضي. واضح فرصه كبيره وان شاء الله يستغلها، خاطرنا نحن نفرحوا كي نلقاو ملاعبيه متكونين في تونس وخارجين منها، لان حكايه عندنا مده نستناو في ملاعبي يكون عنده ديكاليتي خارج من بطوله تونس. واضح وهبي ايضا نحكيو شويه على اخر الانتدابات للفرق التونسيه، شنو هو الجديد في اخر انتدابات فرقنا التونسيه وهبي؟ فما برشا اخبار نحكيو عليهم. لما نحكيو مثلا على النادي الافريقي كينغسلي ايدو، مهاجم سابق للترجي ومهاجم سابق ايضا نادي صفاقسي، اللي لعب بنصف موسم العام اللي تعدى في فريق العربي الكويتي، مفاوضات متقدمه ونجم نقولوا يعني غدوه ان شاء الله اثنين باش يصح الكونترا مع النادي الافريقي كينغسلي ايدو. فما جانب من جماهير النادي الافريقي مع الصفقه، وفما جانب ماهمش مع الصفقه. الجانب اللي مع الصفقه يقولوا المركز هذا ينقص برشا النادي الافريقي، والملاعب يشتر موسم اللي تعدى كان قدم امكانيات كبيره في الفريق الكويتي ويعرف بطوله تونس، نجح سابقا في صفاقس، البريود اللي عداه في الترجي ما كانش ناجحه بحكم الضغط الكبير برشا كان في الوقت هذاك، ممكن تاو فرصه باش انه تخليه يرجع يكتشف روحه من لولو جديد، وهو ايضا حابب بصفه كبيره انه يرجع لتونس باش يظهر الامكانيات اللي عنده. الملاعب كينغسلي ايدو النادي الافريقي ايضا، فما ملاعبي اخرين، احمد الهمامي اللي كان قريب ياسر من النادي الافريقي حاليا في مفاوضات ايضا مع فريق السيليه القطري، هذوما تقريبا اكثر صفقات. ايضا النادي الافريقي صح مع عمر العمراني المدافع السابق اليساري الفريق الاتحاد المنستيري، النادي الافريقي تقريبا في انتظار رفع المنع من الانتداب، لانه النقطه مهمه جدا بالنسبه للنادي الافريقي في الوضعيه الحاليه. مفكر ايضا النادي الافريقي تقريبا المشاركه في كاس الكونفدراليه الموسم القادم بالنسبه للنادي الافريقي. النقطه الايجابيه انه يعني صار تمديد من الاتحاد الافريقي حتى تكشي اليوم 30، حتى تكشي الاخر شهر هذا 31 جويليا، نقطه ايجابيه. النادي الافريقي النجم الساحلي الاولمبي البيجي ثلاثه فرق اللي بيشاركوا في المسابقات الافريقيه حتى لين يكملوا يخلصوا الديون نتاعهم. واضح وهبي في الاثناء نهائي ويمبلدون رجال ويمبلدون البارح كان حصر على اونز جابر، البارح حصر كبيره، حصر على اونز جابر، حمله كبيره الحقيقه قاعدين نشوفوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي. اونز جابر تبقى دائما علامه تونسيه بامتياز، تونسيه ما نجموش نقولوا حتى شيء، اونز جابر تبقى رياضيه واسطوره في الرياضه التونسيه والعربيه والافريقيه. اونز جابر الوصول ثالث مره للفاينل الحقيقه، ثاني على التوالي في ويمبلدون. اونز جابر قدمت الكثير كوزيرة سعادة كما يحلو لنا أن نسميها أو أن نلقبها، الحقيقة قدمت الكثير وتبقى أنس جابر هي أسطورة في الرياضة التونسية والعربية والإفريقية رغم الكلمات اللي تقالت حتى العالمية التشكيك وحتى العالمية. لما ما هو سهل أنك تمشي لويمبلدون في بريطانيا، مسابقة هي العرق في الكرة في كرة التنس، يعني حاجة كبيرة ياسر. أنس معاش أنس جابر ولا يسميه أنس تونس، لكن لما تلقى حملة الحقيقة بالطريقة هذه والرأو الناس تضحك، يعني صحيح هي عبرت على حبها للنجم الرياضي الساحلي، هذا اللي نحكيه، وطلعت في أوقات أني هذا مليون نجم الساحلي، لكن هذاك على روحه. اليوم نحكيه على الشخص، على لعبة، على أسطورة مثل تونس، نبحث من بكري على فرحة لو كان ربحت أنس، ناس تبع وناس البارح في القهاوي تتفرج تستنى في أنس جابر باش تربح. حصلت أنس وقت اللي تراها تبكي بعد الواحد مسير وابي
مسهل انك توصل في الترتيب هذا عالميا. الحقيقة راه فما ناس ممكن محتقرة شوية ولا مستحقرة شوية الانجاز اللي وصلت له اون زيبر. راه الحق اون زيبر حتى لو كان تخسر نهائيات اخرى، لو كان تخرج من مسابقات اخرى، اونس راهي وصلت للتوب معني انت بالحق وصلت. شوف الناس اللي ربحتهم حققت ما لم يحققها الكثير، سواء معني انت لما نحكيه على السياحة التونسية ولا الترويج للسياحة التونسية، او ايضا لما نحكيه رياضيا الحقيقة أنس جابر قدمت الكثير واحنا فخورين جدا جدا بالطبيعة. جدا بالانجازات اللي حقق فيها أنس جابر. شرف كبير ياسر ان نشوفوا تونسية عربية إفريقية مسلمة وفي بلاد كم يعني مش أول مرة هي توصل. هست أستراليا قبل، هزت بطولة مدريد قبل يعني، وعندها كاريير. وبعد دمي فينال تسمع أنس فاش تحكي تقولك لو كان جيت أنس النسخة السابقة ممكن راني روحت لدارنا من بكري، لكن أنا لو وشت على روحي من داخل في القوة أنس مش تعاود تستمت القوة ذيك. وأنا متأكد مش يجي نهار إن شاء الله وأنس ستتوج كما قالتها البارح. آخر حوار البارح بعد لكملة الماتش هي تبكي، لكن قالت نشكر الفريق اللي معايا ونوعدكم اللي باش نرجع أقوى وباش يجي نهار وباش نهزوها البطولة. واضح وابي، ومنحبش أنا حقيقة منحبش ندخل ونحكي في الأمور النفسية والعوامل التركيز وكذا، لأني بالحق ما نفهمش في الرياضة هذه، مانيش مؤهل باش نحكي في الرياضة هذه، ما نعرفش العوامل اللي كانت موجودة في الفاينل. دونك الكلام اللي قاعد نشوف فيه ونقص التركيز والعامل الذهني محمد احنا متخصصين في تونس نفهم، وبعد الثورة 11 مليون يفهموا في السياسة، قبل الثورة 11 مليون يفهموا في الكورة، نجيو اي واحد نلقاه يفهم في اي حاجة مش سنسين. لازمنا في حالات كيما كاش قال الراجل نعاونه بالكلمه الطيبه، نقولوا يا انس الله ربي يوفقك وان شاء الله ان شاء الله فخورين بالانجاز اللي حققته الفخر أنس، وان شاء الله يجي نهار وانس زيبر مش عقليه بالله. انهزاميه راهو ممكن البعض يقول عقليه انهزاميه، عقلية انتصارية. لا احنا عقليه انتصاريه، لكن فخورين بالانجاز اللي حققته انس زيبر، فخورين بالانجازات المتعدده اللي حققتها الرياضيه هذه الحقيقه في بلاد معناتها اشتر اراضي الملاعب نتاعها، ارضيه الملاعب ترتون واللي في غازون قدم الرياضه الاولى يعني. الحقيقه حاجات ماساويه، ما عندناش ملاعب تنس لكن عندنا بطله عالميه اسمها أنس جابر. من نجم نكونوا كان فخورين بأنس جابر وفخورين بالانجازات المتعدده والعديده اللي حققتها البطله العالميه أنس جابر. صحيح أنس جابر كما قلنا هي أنس تونس ميس أنس جابر. يوسف محمد نكمل لك حاليا المباراة في نهائي ويمبلدون إلى حد الآن يلعبوا في المجموعة الرابعة، تقدم الكاريس المصنف الأول عالميا على جوكوفيتش، المصنف الثاني عالميا، زوز مجموعات مقابل مجموعة واحدة، رغم أنه على فكرة محمد جوكوفيتش بدأ بقوة في المجموعة الأولى متقدم 6-1، حاليا في المجموعة الرابعة تقدم لجوكوفيتش 3-2، مجموعتين لمجموعته وحاليا في المجموعة الرابعة جوكوفيتش متقدم 3-2 في كسر سيرفيس، وجوكوفيتش حاليا عنده الإرسال، يعني نجم نوعا ما نقولوا أن جوكوفيتش أقرب في المجموعة هذه باش يربحها، وممكن وقتها نمشي المجموعة الخامسة. جوكوفيتش مفكر وابي مصنف ثاني عالميا جوكوفيتش ثاني اللي صنفوه يقولوا عليه اللي هو الإعصار الصربي. لماذا؟ لأنه بكل بساطة جوكوفيتش في الميدان ما يركحش مهما كانت، يعني معروف عليه سرعة كبيرة برشا في إرسالاته في كل شيء. مانيش مختصين في الواحد، لكن هذا كلام الناس اللي مختصة وتابع أكثر منا في التنس. جوكوفيتش ألكاريث، الناس اللي قاعدة تفرج تويكا بالطبيعة باش تتمتع مباراة التنس عاملة كيف، لكن نصحوهم قول لهم اقعدوا معنا في كاب سبور تستمتعوا. نعطيكم النتيجة إن شاء الله، نتابعوا النتيجة النهائي ويمبلدون. رجال أكيد المشوار مازال متواصل على راديو كاب اف ام في برنامج كاب سبور، نفكر برنامج كاب سبور برنامج صيفي اكيد استنستوا ببرنامج استاد الكاب، مشي برنامج استاد الكاب مع نهايه الموسم، نواصلوا في برنامج كاب سبور نواصلوا اكيد يكون حاجه خفيفه نمدوكم فيها باخر الاخبار الرياضيه. كما قلت المشوار مازال متواصل مع كاب سبور، انا نقول لكم ريستي برونشي على راديو كاب اف ام، فاصل ونتواصل. Cap Sport.